المهم التكريم ديالي لهذا العام كرمنا الله بربعه ديال التكريمات الحمد لله. وهذا التكريم بالنسبه لي ملي كيتصل بيا شي حد وتيقول لي بغيت نكرمك يعني كنقول يمكن درنا شي حاجه زوينه او قراب نديروا شي حاجه زوينه كنحضر وغنحضر نشوف الناس ونشوف الرياكسيون ديال الناس ونشوف الصحافه والهضر شويه ونبدل الجو كنخرج من الاطار العام اللي كنبغي نشد شويه مع الناس. الفيلم غادي يكون ان شاء الله الافتتاح ديالو في المغرب نهار 30 فهاد الشهر مسعود وسعيده وسعدان. هذا فيلم درته مع ابراهيم الشكيري يعني منتج خاص ماشي من ديال الدوله. معايا فيه فهيد خياري وكين لطفي واحد مجموعه ديال صحابي حيت انا كنبغي نخدم السينما شويه مع صحابي باش نقدر نخلقوا شويه ديال نضحكوا شويه مع بعضياتنا باش نهرسوا داك لاروتين ونهرسوا العذاب اللي كنصوروا فيه. وتنتمنى من الله سبحانه وتعالى انه يكرمنا بجمهور. انا كنقول باقي المدير راضي على خوه المدير ديالي هو جمهوري وجمهور اللي كيبغيني وجمهور اللي كيخلص من فلوسه يعني مسكين وتيجي باش يشوفني. فتنقول الف شكر يعني لكل حاجه درتها في حق عز داداس كنقول الف شكر ونتمنى ان حتى الفيلم الجاي كرمنا فيه الله سبحانه وتعالى. لا بحال شي خطوط حمراء ما عرفتش يمكن الخطوط حمراء حتى في الكوميدي واعره حتى في الكوميدي صعيبه. لا ماشي بالعكس غير انت تعرف كيفاش ان توظفها وتكون هذه الخطوط الحمراء توظف ماشي غير نديرها باش نجيبوا الباز مثلا خاصها تكون موظفه. ما انا ما عنديش مشكل. السينما المغربيه الحمد لله ولينا كنديروا 24 فيلم الحمد لله. الاشكال اللي عندنا هما لي صال السينما حنا عندنا مشكل ديال القاعات السينمائيه. تصور دابا حنا كنديروا 24 فيلم وحنا عندنا 14 صال اللي هما مزيانين للعرض. فتصور مثلا فيلم الحنش دار 956000 في 14 سينما لو عدي انا 100 سينما او 120 سينما يعني الحمد لله كلهم الممثلين غيشتغلوا وكلهم الممثلين غادي يلقاو يعني حظوظهم في السينما. فانا تنقول اللي ناقصنا حنا ناقصنا قاعات السينما مثلا الممثلين عندنا تبارك الله عليك. على حسب شنو البروفايل اللي بغيت يعني ممكن ناخذ ديال المعاد وما كنلقاوش نفس البروفايل اللي باغي الاخر المخرج. يمكن كيبغي واحد البروفايل عنده 50 عام لقى واقيلا ما عداش شي دري عنده 50 عام في لي زاداك مثلا. ولكن الحمد لله كاين الممثلين بزاف. انا كنت سباق وعدو بلا ما قلت انا ما انني ندخل الكبار والممثلين ديال لي زاداك في ساعه في الجحيم وكان تجربه زوينه مع الدراري والدراري كلهم كيعرفوني. السينمائيه راهما خدامين الدراري كيخدموا ولكن كيخدموا الادوار على حساب لاج ديالو وعلى حساب السيل ديالو. انا بنقول لك انا كنبغي شنو كنقول انا الجمهور كيبقى هو الحكم يعني كيوقعوا اخطاء وكيوقعوا اغلاط في افلام ما جابش الناس ما نحسبوش. دونك الناس هما الوحيدين اللي ما تقدرش تكذب عليهم. ولكن باش غير نجي وندخل غير باش نمثل غير باش نبان فراه الجمهور تبارك الله ولا واعي الجمهور ديالنا تبارك الله ومتفرج وراه ما يمكنش تقول به وما يمكنش تقول به يعني حد مارك يعطيك تاريخ الوفاه ديالك. عندنا مشكل ديال السيناريو حنا كلنا يعني افلامنا كلها كاينه مشكله ديال السيناريو. حنا باقيين يلاه كنلقاو دي جون دي سيناريست اللي بداو غيبداو يتحركوا بداو كيلقاو ستاجات يعني خصهم يخرجوا ستاجات خصنا نلقاو شي بلايصات اللي يبداو يبركوا مع بعضياتهم ونبداو نفكروا الجديد المغربي يعني ما نبقاوش نكتبوا سيناريوهات اللي كنحسوا بهم حنا ما عندها حتى علاقه بالمواطن المغربي. هذا هو الواعر هذا هو الواعر. دابا كاينه ثقه المخرج. دابا المخرج كي بعض المرات اللي ما كيثقش في راسه انه يقدر كيفاش يديفلوبي واحد الممثل. كاينين الممثلين النجوم في الكوميديا وكاينين الممثلين اللي كيقدموا او كيشخصوا ادوار يعني ما كتحسبش على الكوميديا قد ما كيتحسب على المشخص. انا يمكن واحد من المشخصين يعني انا كنشخص ادوار ما عنديش علاقه باني نلعب لا كوميدي او نلعب دراما فنقدر نخدم فيهم بجوج على حساب الا كان السيناريو بصح وقدامي مخرج اللي كنقدر نتواصل انا وياه باش نوصلوا الفكره ونوصلوا الحاله للجمهور. خصنا نبينوا ونقولوا للخواص انا حتى السينما كتدخل الفلوس ولكن ملي كنبنيو هذوك الموبلات وكنبنيو هاد الاقامات تبارك الله اللي ولاو سادين عندنا حتى الدنيا نبنيو دي صال السينما على الاقل غير ديال 400 بلاصه. كاينه فكره مشروع ديال شركه فرنسيه اللي غتدير قاعه سينما هذه باقي ما تعلنش عليها الناس ما تتعرفهاش. انا تنقولها في المنبر عندكم ان غدير قاعه سينما في مرجانات الجروب مرجان غيديروا قاعه سينما ديال لوكس ويكونوا بثمن شويه. وتنقول تاني صال السينما يبداو الثمن راه غالي على المواطن المغربي لان دابا ولا المواطن كيدخل لصال السينما. وانا ضد فكره ديال ما كاينش جمهور. على الجمهور ملي كتلقى الافلام السينمائيه دابا اللي دايره هي اللي دايره نسب مشاهده يعني في الانصات السينما. ملي كنقولوا الحن 900000 يعني فينا وراه جمهور كاين. تشكر الجمهور المغربي لهنا ولله وكنقول لكم تبارك الله عليكم وانتم تنعتبركم بالنسبه لي يعني انتم اللي درتوا عزادات وانتم نجوم الشباك وانتم اللي كتحضروا الافلام. كنقول لكم الفيلم الجاي ان شاء الله في لوترونت نتمنى انه تو يعجبكم. قبلوا على خوكم خوكم الكبير يعني درت حاجه زوينه راه تتقبلوها درت حاجه ماشي حتى اللي صبروا معايا في بلاد ما غنقدرش نختار اي حاجه تكون زوينه باش تشوفها ولكن كنحاولوا ما امكن نختاروا الافضل. وتبارك الله عليكم والسلام عليكم.